جدا وبرحب بضيفي دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه لشؤون السكان. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك دكتور طارق. انا قلت للساده المشاهدين انه الارقام مرعبه. زدنا 22,000 بعد ما كنا بعد ما تمينا المليون في اسبوع الثلاث اللي فات، يعني لو اتكلمنا الثلاث اللي جاي كده ان شاء الله هنبقى 44,000 فوق المليون. المعدل ماشي كده يا دكتور طارق؟ هقول لحضرتك حاجة، يمكن احنا من 1950 لغاية 2020 70 سنة السكان تضاعفوا خمس مرات. خمس مرات في 70 سنة؟ يعني كل سنة في السبعين كنا بنطلع دولة. بالظبط. ايوه. هقول حاجة كمان زيادة، في حاجة اسمها زمن التضاعف اللي هو الزمن اللازم عشان السكان يتضاعفوا. في كل الدول التانية اللي هي لحد ما عملت نعمل نوع من انواع الكنترول بيوصل من 50 ل 70 سنة، احنا ما حصلش عندنا 35 سنة. ده من ضمن الارقام المرعبه ايضا. فلا احنا داخلين على قضيه شائكه كارثيه. الاحصائيات بتقول ايه؟ بمعنى إيه المحافظات الاكثر انجابا والاقل انجابا والاسباب ايه؟ اعتقد دي ممكن لما نحط الخريطه كده نعرف نتعامل بقى. صحيح. نعم. هقول لحضرتك حاجه، يعني هو في محافظات بعينها، مش محافظات، احنا كمان نقول ان في مراكز بعينها. مراكز في جوه المحافظه. في المحافظه. نعم. احنا عندنا في مصر في حوالي 34 مركز على مستوى الصعيد بيخلفوا نص مليون طفل. في ايه؟ نص في مليون إيه؟ طفل في الصعيد. ما انا عارفه ده في السنه في السنه. في السنه في نص مليون طفل، او بالظبط 590 الف طفل في سنه 17 و18 من 34 مركز. في الصعيد. في الصعيد. في عندنا 22 مركز موجودين في الدلتا بيطلعوا 170 ألف مولود كل سنة إضافة. ده الدلتا. الدلتا يعني الصعيد أكثر عددا من دول الدلتا. المراكز اللي هي مستواها أو معدل مواليدها أعلى من مستوى المحافظة، يعني بقول لحضرتك مثلا لو محافظة سوهاج هي معدل مواليدها 30 مثلا، هتلاقي مراكز جواها 39. معدية. معدية. تمام. ولو دخلنا جوه المراكز دي هتلاقي القرى هي الأكثر فقرا، الأكثر احتياجا، الأقل خدمة، الأقل تعليما. دول اللي بيبقى الناتج بتاعهم أكتر في عدد المواليد. بالظبط. بالظبط. فتشخيص الموضوع يعني كده نقدر نشخص. بالظبط. بس احنا رقم 14 على مستوى العالم، ده رقم مرعب. حضرتك احنا ما اتغيرناش كتير. ما اتغيرناش، احنا بقالنا 10 سنين ما اتغيرناش كتير. في ترتيب على مستوى العالم. في ترتيب على مستوى العالم. وبرضه في معدل المواليد. انا اقول لحضرتك احنا من 2014 كنا عدد المواليد بتاعتنا 2 مليون و750 الف، احنا النهارده 2 مليون و315 الف في السنه. في السنه. ما قلناش كتير. ايوه صحيح. يعني ما نقولش ان احنا قلينا، لا، العمليه طبقا للاستراتيجيه القوميه للسكان احنا بعيد قوي. لسه بعيد قوي. فالعمليه محتاجه شغل على الارض. ازاي بقى؟ حاول احضر دلوقتي. هو يجب التركيز طبعا، هو في استراتيجيه موجوده وفي خطط موجوده وفي الوزارات كلها شغاله على محاور الاستراتيجيه الموجوده، والقصه دي كلها احنا عارفينها الى حد ما، المتابعه والتقييم بتاعتها لسه ما فيش حاجه، ما فيش جهه تنسيقيه عشان تنسق بين الجهود اللي موجوده على الارض. ده مش كويس. طبعا ده معطلنا. طبعا. خليني عفوا قبل ما نقول الشغل على الارض.